تقع جزيرة الصومالية في الخليج العربي على بعد حوالي 12 كيلومتراً شمال شرق العاصمة أبوظبي، ومساحتها تقريبية تزيد عن 13 كيلومتراً مربعاً، وتسمى جزيرة الأحلام كونها واحدة من الأفكار الرائدة على مستوى الدولة في احتضانها. وعلى مدار العام الطلب من أبناء الدولة لتعليمهم التراث بكل تفاصيله البرية والبحرية. هذا المكان جزيرة الصومالية انشأت لتعليم الجيل الناشئ تعاليم تراث الآباء والأجداد، شو موروث التراث الآباء والأجداد هم يقومون به نعلمهم عليه على أساس يكون في موجود في أذهانهم، يعني التقاليد والعادات التجديف الشراعية هذا الموجود. ومن هناك عندنا من فوق هناك عندهم تابعين شواب الهجن وركوب الخيل الرماية لعبات شعبية، كل هذا يعلمون الشباب أن نعلم الأولاد الجيل الناشئ. طبعا هذا أول كان توجيهات من الشيخ زايد الله يرحمه، والحين قاموا الشيوخ الله يطول عمارهم الشيخ خليفة والشيخ سلطان بن زايد والشيخ هزاع بن زايد بالتوجيهات منهم أن نعلم الجيل الجديد بالتراث الأولي تراث آبائنا وأجدادنا. يا مال المال هو يا ملي يملي هو يا الله هو يا الله الأول بدين وبسم الله بسم الله سميني على النبي المختار المختار صليني هو يا الله هو يا الله. تعد الجزيرة من الناحية البيئية محمية طبيعية تتمتع بتنوع بيولوجي كبير ساعدها في ذلك نمو رقعة كبيرة من الأشجار وأشجار القرم حولها، كما تسود الجزيرة عشائر نباتية كثيرة. الجزيرة طالت عمار الشيوخ هم اللي سووها يعني تراث أول ما شيء، ولا نعرف حق تراث نعرف نحن البحر، لكن البحر غير يعني يعني كل برد على قد الحافة يعني ما نعرف شيء، بس نعرف نسوي خيام ونسوي يعني نسوي خيام ونسوي يعني عرش يعني ونسوي يعني بعد يعني غزل نعقد أو أول الخيام نسوي الخيام نسوي فيه يعني نجتمع فيه يعني شراء يعني مبارز مبرز ونجتمع فيه جينا الثاني والثالث ونعقد ونيب يعني ونحط السمات ونحط كل شيء كل شيء موجود في البحر يعني نيب لهم. وتعتبر أيضا مكانا آمنا للطيور المهاجرة، وتوجد بها أنواع نادرة من الحيوانات المعروضة للانقراض في العديد من البيئات المختلفة بالعالم. لحد يوم نسوي يعني خيمة ولا نسوي عريش نقول بنا وديك المباني في عرش وانزلوا وينهم يرانا قليبي أهلال تحولوا. وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء رئيس نادي تراث الإمارات، تقام سنوياً فعاليات ملتقى الصومالية الربيعي الذي يضم عدد من الأنشطة والسباقات البحرية على القوارب الشراعية الحديثة والقوارب الرملية التراثية مثل التجديف التراثي والشراع التراثية والتعرف على فن الصيد وأدواته، بالإضافة إلى تعليم الطلاب طرق وعادات حياة البر.
بيت الشعر كان هو عبارة عن المجلس عند البدو في السابق، وهو في نفس الوقت مدرسة للأطفال وللشباب، يتعلمون منها العادات والتقاليد، يتعلمون كيف يصبون قهوة، يتعلمون كيف يرحبون بالضيف. فهذه هي العادات اللي يتعلمونها، يتعلمون كل فعل من أفعال أهلهم، الأفعال الطيبة، الشجاعة، يتعلمونها، يسمعون الأخبار اللي مثلا إذا ياهم ضيف سمعوا الأخبار منه وفهموا، في واحد أثنى على الأمر، في واحد انتقد الأمر مثلا، فهم يتعلمون. عبارة عن مدرسة كان بيت الشعر بالنسبة للأولاد. أيام قبل كانوا طبعا يجتمعون في بيت الشعر إذا جاهم ضيف، طبعا يجتمعون في بيت الشعر. عندهم بعد المكان الثاني اللي هو الحظيرة، أكثر جلساتهم كانت في الحظيرة، لأن الحظيرة عبارة عن قوس تقريبا يورون فيه الضوء، يسوون القهوة، يستقبلون فيه الضيوف، يتسامرون في المساء مع بعضهم البعض، هذا يعد قصيدة، هذا يجيب قصة، هذا يقول مثلا سالفة صارت له، هذا رايح بلاد بلاد وياب منها سالفة قال صار علي كذا كذا كذا. في السابق ما كان عندهم تلفزيونات، طبعا نحن هذا تعلمناه وورثناه من أهلنا. في السابق ما كان عندهم تلفزيونات، فكان التلفزيون والشيء المسلي فقط، ما كان في تلفزيون، كانت تسليتهم والأخبار اللي تيهم من الناس اللي تسافر من مكان إلى مكان، فتيب لهم الأخبار وتيب لهم العلوم ويتعلمون ويسمعون الأخبار، ومثلا صارت قصة في مكان الفلاني عرفوا وسمعوا، راحوا مثلا عرس تلاقوا مع أصدقائهم ولا شيء، حد صار القنص، حد ياس تولى علوم في القنص شو اللي صار له، حد صار صرح رشابه ورد بهن، وهاي الأمور اللي يتعلمونهن. والله من بعض القصائد اللي نحفظها، أحفظ قصيدة لأحد الشعراء الإماراتيين الله يذكره بالخير، ما أتذكر اسمه، يقول ودي بيلسة فوق عرقوب ممطور وتهب الهباي وانت مع عيون قصر الدوب وقت المساء والجو طايب، لذة وبهراحات القلوب فيها اللطافة والعتايب، روحك فصوب وغيرك فصوب وللغير ما عندي رغايب، انت الذي للقلب مطلوب والقلب يحسب لك حسايب، البس ثوب الغي مجلوب قول اللي بن يدعوه صايب، فسباب لي في الحب محبوب وعن حب حبه هو تايب، يا زين منكم صرت منهوب والقلب شليته نهايب، لو يعذلوني عنك ما توب أهلي وقرابي ونساي، عساه لي في الحظ مكتوب أحظى بلقاكم يا الحبايب. سلام عليكم. ويشارك الطلبة خلال هذه الفعاليات في عدد البرامج، منها قرية التنمية التراثية وورش تتعلق وتهتم بالجوانب التراثية المحلية للإمارات خصصت لهذا الملتقى، مثل كيفية إعداد القهوة العربية وبيان أدب المجالس وتنظيم جلسات للطلاب المشاركين بأنشطة نادي تراث الإمارات مع كبار السن ممن عايشوا السنوات الماضية من تاريخ البلاد. يقول للنفس إن شاورت فضاحة ترميك في الشطات عقب الراحة. لعبة خاصة بالفتيان والصبية تعتمد على اللياقة البدنية والقدرة على التحمل، وتجري في الغالب في المناطق الصحراوية الرملية، وتنتشر بين المناطق البدوية، حيث يقوم فريق من الأولاد يضم 4 فتية أو أكثر باختيار موقع التل التي سيتنافسون للوصول إليه، ومن مسافة نحو 20 متراً ينطلق الفتيان 4 معاً بسرعة في سباق نحو التل، ومن يصل إليه أولاً يكون هو الفائز.
صناعة الشاشة. الشاشة هي قارب الصيد المصنوع من جريدة النخل، ورغم صغر حجم الشاشة إلا أنها قد تحمل 4 صيادين في آن معاً. ينظف جريد النخل من الخوص والشوك والزوائد ويترك حتى يجف، ثم يوضع في ماء البحر ليوم كامل. بعدها يؤخذ ويرص جنباً إلى جنب، ويمر حبل رفيع داخل العصية، ويشد الحبل في أماكن متعددة ليحفظ الجريد متراصاً. ثم تركب جوانب الشاشة وقعها، ويتم حشوها من الداخل بالكرب، كما يستخدم الجريد في تصنيع ظهر الشاشة. يعد تراث وموروث دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة هدفاً رئيساً لبناء بنية تحتية قوية تتوجه بها نحو الانفتاح على العالمية في السنوات القليلة المنصرمة، وأصبحت قوة رائدة في العديد من الأنشطة الرياضية التراثية كالاهتمام بالبطولات التراثية مثل بطولة السلق. صحيح الكلب أو الخيل أو الركاب أو أي حيوان سباق يحتاج إلى مدرب الصراحة، فنحن عندنا نبذر رواحنا ومن ثم ننقلهن، وهن يعني في حوالي سن 9 أشهر سنة كذي نودين على سوريا، في عندنا جماعة في سوريا على أساس أن هناك المنطقة تربي الكلب والأرضية بعزينة حق تربية الكلب، فأكثر الكلاب أنا روحي يعني أربي هني أول أبذرن ومن عقب أنقلن إلى سوريا. وتتميز كلاب الصيد الصحراوية بطاقتها الجسمانية القوية، إذ تستطيع الاستمرار في الركض لمسافات طويلة تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة. طبعا تعرفين هم اللي يحافظون على هالسلال وهذا هم الناس البادية، وهم الناس أصحاب الصيد، هم اللي يربون هاي الكلاب يعني الصراحة، وعندنا كثير الحين استوني يربون، عندنا كثيرين اللي الحين بدأوا يربون هني عندنا، وبدت هاي الرياضة يعني تنشهر عندنا والله أكثرين يعني الصراحة. احنا كنا أول عندنا كلاب كثير يعني ونعتني، لكن جت فترة على أساس أن الناس تركوا هاي الرياضة، فالحين فبدأوا يجيبونها من برا. في بعض الكلاب الموجودة تشوفينها هنا في مخلوطة يعني عندها، نحن نسميه الجريهاوند والسلق ينخلطها مع بعض، وفيهن يعني بيور سلق وفيهن بيور جريهاوند، فهذا الحين اللي يربى عندنا حاليا. كما يستخدم كلب الصيد العربي في صيد الأرانب بمشاركة الصقور، وكذلك صيد الظباء والغزلان والطيور الصغيرة، كما يستخدم السلوك في المراقبة والحراسة. كلب الصيد في عندنا ميزات كثيرة، نحن أنا روحي شخصياً أحب الوجه الطويل، وجه الكلب الطويل، فاليوف نوعية وقفة إيده ورجله، وهي في أمياز كثير يعني خصوصا الناس اللي هم يربون الكلاب يعرفون كيف يعني وقفة الكلب. حتى الكلب إذا كان في عند ليونة من تحت فما نهوى، نحن نودي الكلب اللي واجف سيده، والجلد لازم يكون جلد رفيع ما يكون جلد غليظ، تعرف الجلد الرفيع على أساس مثل الواحد اللي بيلبس لباس ضيق ولباس وسيع فيعطيه أخير للجري أو الركض. الحنة هذا هم يستعملونه في حالة ما يركض على الأرض الحصى فتطرطر رجله، فهم يحنونه ويحطوا له نوع بعد من الصبر نحن نسميه، فلهالسبب يعني يكون يصلح الأمور ويقوي الرجل قاعة الرجل حق يكون لو يركض في المنطقة الوعرة أو المنطقة الصبخة يعني يقدر يشد فيها عن لا يتقطع.
سلالات الكلاب كثيرة وتفوق 200 سلالة تتوزع ضمن فئات كلاب الصيد الصغيرة، كلاب الصيد العاملة، كلاب الصيد المرافقة، وكلاب الصيد لاقتفاء الأثر. طال عمرك كلب الحراسات اللي يستعملون الشرطة مثل شبر جيرمان شبر، ويستعملونه طال عمرك في كلاب ثانية للفايتنج للضرايبة، في أنواع ثانية للكلاب، في كلاب دبر للحراسة وال يعني شرسة، كلاب شرسة هالأشياء. يعني أنا ما أتمني الأشياء كلها، أنا أتمني السلالة العربية هي اللي نحن نحافظ على سلالتها. دخيلة على مجتمعنا الكلاب تاعت الضرابة وللحراسات، هاي دخيلة على مجتمعنا. أهم شيء السلوكي، إنه أهم شيء عندنا هني نحنا والمحافظة على التراث اللي هي يعتمد على الكلاب النوعين الأهدب والحص، هن السلوكيات اللي موجودات عندنا والمحافظة عليها. ولا الكلاب الثانيه الدخيله انا ما لي اي رغبه فيها ولا لي اي محبه لها، لا ما لها اي في ما الكلاب ما يحبونها الا اللي ساكن في المدينه للحراسات، للخوف من ان حد يدخل البيت او شيء طالع منه. ولا في المنطقه الريفيه اهم شيء عندهم السلك طالع منه. يعتبر السلك كحراسة للبيت، طال عمرك يعتبر كمصدر رزق كبير لدخل العائلة، والناس ترتاح من هذا الشيء طال عمرك، والجيران كلهم والمنطقات تفرح بأي واحد يكون عنده سلك في المنطقة اللي هو ساكن فيها. السلك طال عمرك يختلف اختلاع كامل عن الكلاب الثانية في الوفاء في المعاملة، لأن كلب لأن السلق يكون من الكلاب الحساسة الذي يعيش مع الإنسان كواحد يعتبر شخص أو فرد من الأسرة اللي هو عايش فيها، يعرف كلامهم، يعرفون ميزتهم، ويعرفون طبعه ويعرف طبعهم. وثاني شيء طال عمرك يكون أليف جدا جدا، يعني أوفى من أي كائن ثاني. سباق السلق، وكعادة البطولات التراثية التي ينظمها مكسب بطولات فزاع التي يتنامى الإقبال على المشاركة فيها سواء من داخل الدولة أو من دول مجلس التعاون الخليجي، فرضت قوانين حماية وأمانة للطريدة لا يقلان أهميتهما عن السعي إلى سلامة السلوك المشاركة. أول شيء طال عمرك الكلب لازم تعلمين الأدب، أول حاجة فيه اقعد نش روح تعال، هاي لازم يعرفها حتى بالإشارة يتعلمها. ثاني شيء طال عمرك أساس أن تعلمين عقب كيف تودينا في البر، تعطينا أن يعرف كيف يوقف يركز أن فيه هني فريسة، تعلمين كيف يتعلم صيد الفريسة. ثاني شيء من كلب للكلب يباله خبرة في الشخص اللي دربه، لأن كل كلب يمكن أنا الكلب اللي عندي يتحمل مسافات طويلة، يمكن الكلب هذا ما يتحمل مسافات طويلة، لازم الإنسان إذا ما كان ملم بكل الأشياء هاي يكون صعب عليه أنه يروم يتكيف معاه، يمكن يمرض، يمكن يتعب ومو بحاسب به، ما يعرف طبيعته. يعتمد هذا السباق على سرعة لحاق السلك بالطريدة التي تعتمدها البطولة ضبياً يافعاً سريع الركض وماهراً في التمويه بقصد الفرار من المطاردة.
وبسبب وجود قناع يمنع افتراس السلك فعليا للظبي، يتم احتساب الفائز على أساس لحاق الأول السلوك المشاركة بالطريدة على نحو يدفع الأخير إلى تغيير اتجاهه بقصد الفرار، ثم الأقرب فالأقرب. من الأمثال الشعبية البعد، بعد القلوب مو بعد الدروب. يقال هذا المثل للشخص الذي لا يسأل عن أحبابه ولا يهتم بهم بسبب بعد المسافة، ولذلك فإن البعد الحقيقي هو البعد عن القلب وعن البال، وليس البعد عن الأرض أو المكان.